تسهيلا على الناس. يعني لما جاء بطرق مختلفة بقراءات مختلفة، يعني انظر معي إلى قضية مالكي وملكي، هذه يعرفها كل الناس تقريبا، نعم، ما في حد يجهلها لأنها في الفاتحة. فإذا هذه توسعة على الناس، لأن العرب يعني لهم لهجات، فبعضهم يصعب عليه أن ينطق كلمة ما إلا بنطق قومه، فتسهيلا من المولى عز وجل، هذه لا دخل للإنسان فيها، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للملائكة ولا لغيرهم، بل الله سبحانه وتعالى أراد ألا يحرج هذه الأمة فنوع لها هذه القراءات حتى يعني لا يحصل حرج في ألسنتها. نعم. هذا كله تسهيل. نعم. ثم بعد ذلك الألفاظ هذه المختلفة أحيانا، نعم، يعني تثري معاني القرآن الكريم. نعم. فكلمة ملكي تعطي معنى غير الذي تعطيه لفظة مالكي. نعم. فقالوا مالكي جاية من الملك، وملكي جاية من الملك وهو السلطنة والحكم وما إلى ذلك، ولا شك أن كليهما لله سبحانه وتعالى. نعم. الملك كله لله والملك كله لله سبحانه وتعالى. نعم. فهذه يعني كثرت من المعاني، معاني ألفاظ القرآن الكريم، وسهلت على العربي بلهجاتهم المختلفة وقبائلهم المتنوعة أن ينطقوا القرآن الكريم، ولم يخرجوا قيد أنملة عما قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، بعض